سيد رئيس الوزراء المحترم، تعهدت للمواطن العراقي انه الوزارات الصحية والتربوية والتعليمية والخدمية خارج منظومة المحاصصة وتكون لها عناية خاصة من قبلك. خلي نشوف المواطن العراقي اللي يرقد في المستشفى اللي تابع لوزارة الصحة، شنو جاوب الرئيس عندما سأله؟ خلي نشوف الفيديو. 10 يوم كذا المستشفى. 10 أكل ماكو. ها. ما ولا وجبة؟ أبد ولا وجبة. شلون ثلاث وجبات؟ أول كان يقولون وجبات حتى. هسه يقول لي ثلاث وجبات. صعدت يبكوا طلعت ولا وجبة. ولا وجبة. ما عليك. بعد ان تابعنا ومع مشاهدينا الكرام انه هذا الفيديو اللي حبينا نذكر به دولة الرئيس ومجموعة المستشارين اللي محاطين بدولة الرئيس. اخواني الاعزاء، الموازنات الهائلة والمبالغ الطائلة المرصودة لمثل هذه الوزارات، الوزارات اللي نقول على احتكاك تام وبتماس يومي ودائمي مع المواطن العراقي، من الممكن تطلعونها خارج لعبة المحاصصة؟ مثلا تحاصص بالخارجية، تحاصص بالتخطيط، وزارة التربية والصحة والتعليم والمديريات البلديات اللي لازم من المفترض قانونا وإنسانيا وعرفا أن تكون مع احتكاك دائم بالمواطن العراقي، طلعوها خارج المحاصصة. هسه هذني يعني ما بقية الوزارات ما يكفن لو الموضوع ما يفي بالغرض.